الموضوع طلع أكتر مما أي حد فينا كان يتخيل، حاجة ضخمة جدا جدا، حاجة مشرفة. استعدادات مدينة شرم الشيخ من أول ما تنزلي من المطار وتحسي إن أنت في جو مختلف. طبعا مجموعة كبيرة جدا جدا من الشباب من جميع أنحاء العالم، إحنا لسه هندخل، وفي مجموعة يعني من أجمل ما يحدث في مؤتمرات الشباب الحقيقة التواصل، دايما ده اللي بنحرص عليه، إن الناس يعني إحنا وإحنا صغيرين أو شباب عن كده شوية، إحنا طبعا لسه شباب أوكي، بس كنا بنحلم إن حد يسمعنا. دلوقتي بنشوف الشباب كله بيكلم بعضه، والمسؤولين كلهم بيقعدوا يسمعوا ويجاوبوا على السؤال وتوضيح. دايما كنا نقول يا جماعة وضحوا لنا وفهمونا واحنا قد المسؤولية، هو ده اللي بيحصل دايما، ده اللي بقوله للناس وللشباب، هو دي من اهم الحاجات اللي بنطلع فيها في منتدى الشباب، وان شاء الله ربنا يكملها على خير، وحاجة بجد بجد مفرحة وتشرف كل شاب مصري.